سلم تيروز النائبة الجهوية للمندوبية السامية القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخلة والذهب. التدخل الأخير للقوات المسلحة الملكية بالمعبر الحدودي القرقرات هو كان تدخلا حكيما جاء بناء على قرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. التدخل جاء لوضع حد لعرقلة حركة المرور مرور المدنيين وحركة العبور التجاري بهذا المعبر الذي يعتبر شريان اقتصاديا يربط المغرب بعمقه الإفريقي. أيضا التدخل كان وفق الشرعية في احترام تام للشرعية الدولية وفي احترام أيضا تام لمواثيق حقوق الإنسان بحيث أنه كان تحت أعين مراقبي بعثة الأمم المتحدة المينورسو التي كانت في عين المكان. التدخل لقي صدى طيبا لدى الساكنة المحلية وساكنة أقاليم جنوبية عموما وعموم المغاربة. أيضا كان له صدى على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي بحيث العديد من الدول أشادت بهذا التدخل وأشادت بحنكة وبتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أيضا التدخل كان مناسبة أيضا لتأكيد موقف المغرب الراسخ الذي يدعو إلى حل قضية الصحراء بشكل توافقي سلمي بناء على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحل متوافق عليه لهذه القضية المفتعلة. اليوم يحتفل الشعب المغربي قاطبة بذكرى مجيدة هي ذكرى عيد الاستقلال المجيد، وأفضل طريقة للاحتفال وللاعتزاز والافتخار بهذه الذكرى هي الانخراط في الأوراش التنموية الكبرى التي انطلقت ببلادنا وخاصة على المستوى الأقاليم الجنوبية، ولعل أهمها النموذج التنموي الذي أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون، والذي يعد قفزة نوعية في البناء التنموي أو الخيار التنموي الذي اختاره المغرب كحل لقضية الصحراء. عيد الاستقلال المجيد يأتي في أجواء من التعبئة الوطنية وفي أجواء من الإجماع الوطني حول التدخل الأخير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية بالمعبر الحدودي القرقرات والذي جاء بهدف تأمين حركة مرور المدنيين وحركة مرور السلع والبضائع بين المغرب وامتداده الإفريقي. ما تنساوش تابوناو لاشين بانصا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.